سيداتي أنساتي ساداتي السلام عليكم ورحمة الله. كابتن لطيف يحييكم من استاد القاهرة الدولي وينقل لكم المباراة الهامة الدولية بين نادي الزمالك وبين كانونيون. هذه هي المباراة الثانية التي يتوقف عليها صعود أي الفريقين إلى الدور قبل النهائي. قبل النهائي بإذن الله بإذن الله. أنا شايف سيادة وزير الشباب وسيادة رئيس الاتحاد وسفير الكاميرون نازلين عشان يسلموا على اللاعبين، والحمد لله إن إحنا رئيس نادي الزمالك ووكيل نادي الزمالك معاهم إن شاء الله كده ربنا ينجح مع أصحابنا، لأن نتيجة المباراة الأولى كان 2-1 في صالح كانون ياوندي. يكفي الزمالك النهارده انه 1-0 ويبقى مجموع دول جولين ومجموع دول جولين ويبقى قطعا في صالح مصر. ليه؟ لان كان في جول هناك. يبقى لما يتساووا في عدد الاهداف امتى يتحسب هناك باثنين؟ عندما يتساووا الفريقين في عدد الاهداف فقط باذن الله. مش هنخش في حسبه الفرمة دي عشان اقول لكم لعيبه نادي الزمالك يا ترى اللي وصل الدكتور عبد الاحد جمال الدين وسفير ووزير الشباب السيد الوزير ابراهيم بوبو انجو انجو كلنا عارفينه بلبسه الوطني، وده كان هنا سفير الكاميرون في مصر 6 سنين صديقنا جميعا وصديق المصريين كلنا. باذن الله حظ سعيد. ومعاهم الاستاذ المهندس حسن عبدو رئيس الاتحاد، ومعهم الاستاذ سعيد حكمه رئيس جهاز الرياضه، والاستاذ حسن عامر رئيس نادي الزمالك، والاستاذ المستشار وكيل نادي الزمالك استاذ جلال ابراهيم، والاداريين بتوع الفرقتين، والمذيع الداخلي يعلن الفريق ال فريق الزمالك يمثله النهارده طارق عبد العليم، خالد جلال، اسماعيل يوسف، هشام يكن، بدر حامد، حماد عبد اللطيف، اشرف قاسم، مجدي طلبة، احمد رمزي. اما في الامام محمد حلمي وجمال عبد الحميد. اما فريق كانون ياوندي كونجو جول، عندنا باك يمين دماك وياه ابينا واندينا جنبه على شماله، في النص انجودو كوندي اندور وامام، قدام في ميسي فداس. يحكم هذه المباراه حكام من ملاوي كالومبو وباندا وزامبو. وقطعا الاحتياطي بتوع الزمالك بدي اقول لكم في مفاجاه في احتياطي نادي الزمالك النهارده، يسعدنا كلنا ان نشوف نجم مصر ونجم نادي الزمالك ابراهيم يوسف النهارده في بنمره 6 في احتياطي نادي الزمالك اليوم. الاحتياطي الزمالك ايمن طاهر، هاني عباده، ابراهيم يوسف، ونصر ابراهيم، وطارق يحيى. 3 من نجوم نادي الزمالك قاعدين على الدكه، ابراهيم يوسف ونصر ابراهيم وطارق يحيى وابراهيم يوسف نمره 6، وايضا ايمن يونس بلبسه الملكي لانه الحمد لله ربنا شفاه، بنقول له الحمد لله على السلامه. بعد ما انتهى السيد وزير الشباب والسيد وزير شباب في مصر والكاميرون ومراقب المباراه تريكي من اثيوبيا، السلام الوطني للكاميرون. Thank you.
جميع من جميع الأندية وجميع الطبقات، والقوات المسلحة مشرفانا هنا النهاردة بالبث اللي يشرف إكساسي على شمال وسط الملعب، حاجة تفرح أوي. كلنا النهاردة زي ما قرينا في الصحافة كلها، كلنا زمالك وكلنا مع فريق مصر، لأن الزمالك بيمثل الكرة المصرية زي الأهلي الحمد لله ما هيمثل الكرة المصرية أيضا في نهائي أبطال الكؤوس. نرجو من الله أن الزمالك أيضا يوفق لمثلنا في نهائي أبطال الدوري. النهارده الحكم الرابع عبد السلام الحمودي، وزي ما قلت لك فريقي من أفريقيا هو كل نوبة فريق زملكاوي صحيح هو بطل الدوري هناك، وصحيح هو بطل الكاس، هو السيد وزير الشباب المصري وزير الشباب الكاميروني يشرفه في المقصورة، وقطعا بيحضر مباراة السيد رئيس الوزراء الدكتور البنزوري والسيد الدكتور وزير التربية والتعليم العالي والاستاذ يوسف زين، والحقيقه ناس كل الرياضيين جميع اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك موجودين، واللعيبه بتقرا الفتح ان شاء الله كده، ومعاهم الجمهور الحبيب اللي وراهم ده كله بيقرا الفتح، وياهم ربنا يوفقهم لان الكوره ايضا فيها توفيق. كل نوبه كان بيلعب فريق باختصار كده، كانوا في ارضه بيكسب لكن بره ارضه بيتغلب، فان شاء الله يكون النهارده نصيبنا ان احنا نغلبه ويكون فارق الاهداف في صالحنا، لان عاوزين نخش في دوامه حزبه الاهداف. يكفينا ان احنا نقول ان احنا نكسب 1-0 لمصر، لكن لو جاب فينا واحد لازم نجيب جولين على الاقل او ثلاثه عشان نكسب. ليه؟ عشان لو تساوينا هتلعب ضربات الجزاء، انما لما نكسب خلاص طبعا. محمد حلمي النهارده كابتن نادي الزمالك، وكوندي من رشيدة كابتن نادي كانون، اللي هيبقوا على يمينك الان بلبسهم احمر الفانيلا والشورت، والزمالك بلبسهم الابيض الفانيلا والشورت، و الشرابات بتاعت كانون حضرة، شرابات الزمالك بيضاء زي لبسهم، وادي الحكم كولومبو من ملاوي. كمال عماد عبد اللطيف نمرة 9، بدأت المباراة العظيمة بين نادي الزمالك ونادي الزمالك طالع من ناحية الشمال، وبين كمان يوندي تلعبها في النص، بيرجعها محمد حلمي يطلعها الديفنس بتاع كانون، طبعا هيتكسل ديفنس كانون. عماد عبد اللطيف بيرقص وبيدي محمد حلمي، هنحلها اوت اوت اول اوت جنب رايت الكورنر على طول. خالد سلام تروح ياخدها فريق كانون ويطلع من النص. نمرة 7 ده لعيب بتاعهم ادمان، احسن لعيب عندهم نمرة 7 هنا واقف في الناحية الشمال. بتروح حلوة نمرة 12 اسماعيل يوسف، تروح كان اسماعيل يوسف بياخدها، ترجع ورا لطارق عبد العليم،
لاعب العليم زمالك، على شمالك الزمالك، على يمينك كانون عالية في المحددات المزمن لتتلعب من رسالة على اللعيب الكبير حلوة هات حمادة عبد اللطيف وشماله هناك تطلع تطلع بره تطلع بره احمد رمزي انتوا عارفين هو اللي بيتقدم في ناحيه الشمال ياخدها فريق كانون يرجع يطلع طالع وفاضي برافو 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 حماد عبد اللطيف محمد حلمي فاول لصالح محمد حلمي على الباك عندني نمره 2 هشام ياكن هشام ياكن في الفاول طويلة ياخذها فريق الزمالك جمال وهات وخذ يخش الديفنس يقطع لك انت روح لاحمد المتقدم هنا بوفر صغيرة في ايد الجول على طول في سونجو من جمال عبد الحميد الجول سونجو الان زعل الباك اليمين بتاعه وياخذ الجمهور بيصفر ليه؟ لان هم واحد يقول لك مستعجلين الجمهور على ايه؟ هم غالبين 2-1 هناك فبيضيع وقت عشان يبقى في صالحه الوقت الضايع لحد ما يروح لحد هيمسكها بايده ويلعبها يبقى ادي احنا خدنا درس اول نوبه يمسكها لازم حد يروح له يلعبها فعلا بيرجعها هشام وبتتلعب لاحمد رمزي يخش الدفاع المتكتل بتاع كانون ياخدها يلعب للونج اليمين بتاعه اتفاعل الانسان اليمين في اللونج اليمين واللعبة حلوة شنو شنو خطر قوي خطر برا سايبها عشان كورنر ما دخلتش ماشي ماشي الزمالك ماشي حماد عبد اللطيف بيرقص واحد حلو قوي شنو الجمهور بيقول اه بوست سبيس بوست سبيس بوست سبيس بيزقه بيسيبه ماشي بيسيبه ماشي احسن صفر اللاين مان كاول لانه بيزق من الاثنين حماد عبد اللطيف ماشي زي الصاروخ خالد على مهلك ما فيش حد اسماعيل يوسف لوحده اسماعيل يوسف ورا الى صارع العالي طويله قدام فاول في صالح الزمالك جمال عبد الحميد بدر حامد هيلعب الاول هيلعب الفاول لعبة صغيرة ومشي مجنوب ياخدها منه الباك يديها للهباك بتاعه انجولو ويمشي يلعبها طويلة توقيفة ويشترك وتروح يطلعها برا الهي قبل برا وثاني حلوة احمد وثاني عاود حكم الدي اوت على مجدي طلبة وداها أوت أهو رايح له بقى الدور بشوف قلت لك مش هيسيبوه بقى زي كل دور يفضل ماشي رايح جاي أهو بيقف قدامه عشان يمسك الكورة ثم يمسكها لازم يلعبها ما يقدرش يحطها على الأرض ويمشي بيها ثاني قانون كده محدش هاجم وياه ودي مش تمام تروح لأشرف يا محمد أشرف حاتم
تروح ينقلوا كويس في النص قوي 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 قوي، نقله والثانيه والثالثه بترجع هيشوف بعيده بره اوت. فات 5 دقايق ولا زالت النتيجه التعادل بين الزمالك وبين كانون في المباراه الثانيه في الدور قبل النهائي في ابطال الدوري الافريقي. واحنا عارفين مجموع المباراتين اللي يكسب فيهم يطلع للنهائي باذن الله عشان يقابل الفائز من ناكانا ريد ديفل من زامبيا وامير ريتا سبور من سائل العاج افريكان سبور. حماد عبد اللطيف باليمين، حماد عبد اللطيف بيلعبها في النص، مفيش حد طلعها يظبطها يلعبها طويله، لازم حد يخش عليه، لازم حد يخش عليه، لسه اسماعيل ما دخلش، لسه اسماعيل ما دخلش، لسه 7 ازمام ده اللعيب الكبير بتاعهم لعبها جميله قوي للونج اليمين وبيرقص للونج اليمين وبيلعبها حلوه حلوه حلوه، برافو برافو اسماعيل يوسف. واشرف قاسم مشترك لسه مشترك، تروح 3 3 ينقلوا في النص حلوه، كوندي الكابتن بتاعهم، كوندي على يمينه بيلاقي مفيش شك بيلاقي له كوره والارض مساعدهم حلوه قوي غير ارضهم اللي كانت فيها المطره. خش اشرف قاسم لعبها طويله جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد الجمهور منتظر منه جاب جول في اول دقيقه الدور اللي فات. هتمشي هتمشي حماد عبد اللطيف لمحمد حلمي، ما يلحقهاش ما يلحقهاش ما يلحقهاش ما يلحقهاش والله ما يلحقهاش، والله عمل مجهود كبير قوي، والله عمل مجهود كبير. لكن حماد عبد اللطيف كان لعبها له لعبه حلوه 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 جميله جدا. كونجو وانديل هو والباك بتاعه مسكها، لازم يلعب على طول ما يقدرش تمشي بيها، لعبها على طول ما حصلتش خط السنتر لسه. ادهم مجدي يخش الزمالك ياخدها، جمال عبد الحميد هاتوا الخد هاتوا الخد جمال عبد الحميد وبيرقص وبيدي حمد عبد اللطيف هوبا يا حمد عبد اللطيف بلغ كونجو، جمال عبد الحميد هاتوا الخد وحمد عبد اللطيف اللي راجع ده هو. حلوه 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 في الماتش كونجو، برافو برافو برافو، لعبه حلوه وصده حلوه، كانت تفرق كتير قوي 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 مع الزمالك. معلش ترجع ورا من بدر حامد الى طارق عبد العليم، طويله لعبة طارق وفي زق في زق جمال عبد الحميد حكم مسايب اللعبه، ترجع لورا لكونجو، حد هيروح له على طول دلوقتي تنبه الزمالك. احمد رمزي راح له الدور اللي فات، طويله على مهلك على مهلك وعكر، بيرجعها لطارق عبد العليم، طارق عبد العليم بيطلع بيها لغايه الخط وبيشوط طويله قدام، بيرجعها بتمشي كويس وظبطه حلوه وماشيه حلوه ونقله وشوطه من بعيد فوق الخشبه خالص. هاي عشر دقايق فات من ابتداء المباراة ولا زالت النتيجة التعادل 0-0 بين الزمالك وكانون ياوندي في المباراة الثانية للدور قبل النهائي لأبطال الدوري. فاول على الزمالك كلها فاولات زقة طيارة، ما هيش مقصودة، ما هيش خشنة، ما هيش وحشه اللي احنا بنقول عليها الفاولات اللي تستاهل انذار او طرد او حاجات اللي زي كده. الحمد لله نقلتين جمال فضلوا جايبين وماشي وماشي ونقل الانسايد وهاتوا خط بره، بدر حامد بدي ضده الحكم ضربه حره غير مباشره عشان رفع رجله فوق، الله ينمى رفع له الرايه وهو صفر والجمهور
تخدعها لكن هتتقتل اهي. فاول ضربه حره غير مباشره، واحنا عارفين ضربه حره غير مباشره لازم تلمس حد، لازم يبعدوا 10 ياردات عن الكوره. اتلعبت بيرجعها الزمالك اشرف، ماشي الزمالك حلوه احمد، طويله قدام طويله قدام، مشتركه ده ملعب حميد، مشتركه يرقص جمال، محمد حلمي جمال، لا محمد حلمي ادى جمال عبد الحميد، وجمال عبد الحميد عاوز يديها على شماله اشرف قاسم تطلع، معلش مسكها الجول وراحوا له. جمال عبد الحميد بيتبادل هو واحمد رمزي الدخول على الجول، كرة برة بيودوها هما اوت نص ملعب الزمالك، والاوت بتاعة الزمالك بدر حامد الى طارق عبد العزيز. نمرة 8 10 هيلحقها محمد حلمي، هيلحقها بس مجموعة قوي. وبعدين اشرف حاسم ومحمد حلمي ويطلعوا منها كورة. مجدي طلبه جه من اليمين عشان يلعب الكورة بشماله صغيرة والبرة وهبه يلا ابدا بيرقصوا ونقلها نقله حلوه بره او بتاعت خالد دلال سابها في لاعب من الكاميرون هيقوم اهو سليم الحمد لله ما فيش حاجه، حكم بيقول له قوم قام فعلا قام ما فيش حاجه ابدا، هي بس موضوع وقت. رمت الاوت اشرف ورا دماغ حبينا تونجو جمال عبد الحميد ويا ضربة حرة غير مباشرة جمال عبد الحميد بينه وبين اللاعب بتاع الجول 4 ياردات وبيحسبها الثاني نو بيحسبها لجمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد ليس في مسافة انه بيعطل الجول ابدا، ودي في فاول عماد عبد اللطيف قام خالد جلال لهشام ياسر وصلت خالد جلال ناحيه الونج اليمين ولعبها هشام حلو طويله هناك ناحيه الشمال هم اطول خدها مجدي طلبه صاروخ ارض بتونجو لمره ثانيه يصب ينقذ جوله من جول اكيد جنب الخجل صغيره وبرضه صغيره حلوه مجدي طلبة بعد الشوطة الحلوة وأشرف قاسم وخالد وحمادة عبد اللطيف وحلوة خالد
ثانية كان برضو نفس اللعبة بتاع الدور اللي فات ومن نفس المكان. الضغط ده الوجه اليمين حمادة عبد اللطيف، حمادة عبد اللطيف الأوت في سالة حمادة عبد اللطيف. خالد جلال زمالك، محمد حلمي هوبا يلا وقعت الكورة ما فيش حد من جامعة جمال عبد الحميد بعيد معلش. يلا العب ارفع 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 هوبا 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 مسكها سونجو. زمالك هاجم على العموم وريح له جمال عبد الحميد. لعب مرتين هيك وهيرجعها مع اني جمال هشام اشرف ميسي احمد جمال عبد الحميد بالزق لكن ده ماشي. ميسي جمال يا سلام بيدافعوا بقوة جدا. محمد حلمي يستلم كرة حلوة. نمرة سبعة. مجدي طلبة. الزهر ربا بعد الجول. صنجو ثاني. محمد حلمي استنى لما صنجو طلع خدها وزعها كورنر. ووقعوا الاثنين. فرصة العمر. عشرين دقيقة فاتت في الدور الأول تقريبا ولا زالت النتيجة لسه لا زالت النتيجة 0-0 وفي اثنين لعيبة واعيين. عارفين ان طارق بره الامور بالنادي طارق ما تستعجلوش الجول. كان الزمالك هاجم وكونج وخد لعبتين ثلاثه ممكن ان اي واحده كانت تيجي فيه الجول. خلي اللعيبه تلعب باعصابها دي شويه وربنا يوفقهم. كورنر هي اللي هيصحها الجول اللي فات شفنا مجد والدور ده طبعا هم الجول بياخد وقت تمام قوي 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 طبعا اذا كان هو من غير ما يتعور كل كره يمسكها ويمشي ويعمل والحكم سكت له. لسه قاعد الحكم وياه. الجمهور كله بيشفر للحكم. هيلعب مجدي طلبة الكورة. لعبت. مباراة. يا سونجو للمرة الرابعة. سونجو من محمد حلمي لسه سونجو واخد محمد حلمي لعبة بقى دقيقة وادي الثانية. حكم مصفر. الظاهر ميتو فاول ولا حاجة. محمد حلمي ثاني مسترق ويقع في الأرض والكرة بتاعته أوت. خالد جلال إلى مجدي طلبة اللي جه هنا اليمين أشرف. خالد جلال يلعب جوه خالد لسه ما لعبش. خالد لعبت الاوت فاول في صالح الزمالك احسن من كورنر في صالح محمد حلمي. هيبدا من اربعه محمد حلمي. خالد جلال من خمسه اللي وياه ده وراح لاعب حماده عبد اللطيف
الاوفر اللي طلعها الديفنس بدماغه طويله طويله اوف سايد اوف سايد احمد رمزي اوف سايد حكم الملاوي متساهل جدا في تضييع الوقت بالنسبه لصنعاء السلام بتنط الكوره وخطره ويرجعها بره اوت هذا جلال هذا الجلال اوت بتاعتهم عندنا هتخد مش سايبه الاول بتاع الزمالك مع انه تستاهل مشي الزمالك مجدي طلبه نمره سبعه اللي نادي السبعه ده لا احمد رمزي ورا طويله قدام محمد حلمي هو بقى هوبا يا لسه بقول لكم ان ما نستعجلش وما نصفرش وما نعملش جمال عبد الحميد على ساعتي انا ادي هي ال 24 للزمالك هانتر ابتدى كانون نعرف طويله قدام محمد حلمي هوبا بقى هوبا نمرة 14 بيجري هو وواقع هشام ياسر نمرة 2 اللي بيتألم ده أثناء إعادة الجول ما شفناش ضربه بوكس بوش لازم لأنه ما شفوش الجول بيتعاد تاني للمرة الثانية شوف الشوطة الجامدة دي ما يقدرش يمسكها الكونجو أهي ما يقدرش يمسكها اتردد دخل جمال عبد الحميد خدها وحطها بشمال وهم كلهم بيطلعوا مش قادرين ادي الاعاده في الشوط الثانية واهو نمره 2 ان شاء الله يقوم هشام ياسر بيتألم جدا وربنا يستر ان شاء الله ربنا يستر ان شاء الله لسه ما امشي يا كان طبعا عارفين ان الزمالك فاز على انتر كلوب بطل بولندي طول موضوع الجون ثاني بيتعاد اثناء ما كان متعوض يا كان انا هنا شايفه الان الحمد لله الزمالك اهي اللي كهربائية 1-0 للزمالك 1-0 بيعرض وماشي بيعرض على رجل الشمال يا كم اهو الحمد لله وصل لحد دايره السنتر زي ما انت شايفه هيخش واتلعبت الفاول اللي في صالحه الظاهر كان في صالحه فاول ساعه ما كان بيتعادل جول كرة بره
يوسف وقف حلم حلو قوي يلعبها مشتركة وحشة نمرة سبعة قدرة بتاعهم بعيد الكبير بتاعهم نمرة سبعة إدمام و بره قوي بتاعة الزمالك خالد جلال مشي محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وسط اثنين رقص واحد وفتح الثاني الذي يحوش الثاني المهارات بتاعة حمادة عبد اللطيف متميزة جدا بيفوت من واحد ومن اثنين وثلاثة والكرة اكنها مربوطة في رجله اهو هو اللي هيشوف حمادة عبد اللطيف هوبا جمال عبد الحميد كان هيجيب الجول الثاني سونجو برافو سونجو لازم اديله حق الراجل ده ده طلع خد بالك حمادة عبد اللطيف بيلعب اهو هوبا وثاني سونجو اوف سايد احمد رمزي كان جاي هنا اهو ناحيه اليمين تصور سونجو طويله لسه كره معاهم لونج اليمين بيلعبها وبينقلها ياخدها فريق الزمالك وهات وخد لا مشتركه بيديها مجدي طلبه لاحمد رمزي وطويله هوبا بقى لا خلاص راحت الفرصه جمال عبد الحميد راحت الفرصه وبيرقص ثاني وبيلعبها بالعرض يا شيخ العب بقى ده انت بعيد عن الجول دقيقه واحده يرضى واحده يرضى واحده جمال عبد الحميد اداك لعبه لا اي واحد ينفخها تبقى ده جوه معلش راح الثاني للزمالك الزمالك هاجم ومجدي طلبه طالع ثاني وخلاص هيلعب احمد رمزي وثاني في السماء ثاني في السماء استعجال محمد حلمي في السماء لكن الزمالك ضاغط وهاجم والجمهور العظيم اللي هنا جمهور الزمالك وجميع الأندية الأخرى كل أعلام جميع الأندية الأخرى وأعلام مصر مرتفعة كونجو ميسي تاني زي الاول بيضيع وقت بقى سابوه بتوع الزمالك اصل الوقت مش في صالحه الوقت لان الزمالك غالب 1-0 لو فضل على كده يبقى غالب فالاول ميسي بتاعته بتاعت هيرميها انزانا ترجع تاني انزانا طويله حد يحوش معين يوسف مشتركه محمد حلمي بيحاول محمد عبد اللطيف بيحاول لكن لسه كل ده حلوه 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 وحصلها وحصلها بعد ما دخلت الاول تبقى الاول بتاعت الزمالك خالد جلال اوت دي بقى بتاعتهم اكيد من محمد حلمي كوندي الكابتن بتاعهم حماده عبد اللطيف ياخدها حلمي حماده عبد اللطيف بيديها الى اشرف واشرف طويله لجمال عبد الحميد بس الجول والباب الباب رجعها حماده طويله فات حوالي 28 دقيقة وطالعين من ناحية اليمين وبينقل من الانسايد وبيبتدت يهجم ويخش وابتدت يمسكوا الكورة شوية وفعلا ماشي ناحية اليمين وعاوز يلعب اوفر والزمالك بيحرك تطلع كورة تطلع كورة أول كورة على الزمالك هما بعد ما اتغلبوا الجول ابتدوا يهجموا يعني مش عاوز الزمالك وانتوا طبعا معايا يتكل على الجول ده وتسيبهم يهجموا ابدا زي ما كانوا ماشيين لازم يمشوا لازم يلعبوا
الكورة اللي اتلعبت وطويلة وبتطلع قدام، واحد يطلع من لابس ابيض يخش ولا ما دخلش، هيلعبها الاوفر. في صفارة، في اوف سايد، حكم واقف قصادهم. ترجع لطارق عبد العليم. طارق عبد العليم وحشه، مصيدة السلطر، ياخذها الانسان اليمين وهيهجم ثاني، ياخذها احمد رمزي. لسه مع الزمالك فيصع، في صفاره، صالح مجدي طلبه الاول لعبت، بدر حامد، ماين يوسف، هيرجع ورا خالص يا كلب، طويلة تمشي لحلمي، محمد حلمي بيقع في الأرض. نمرة 7 لعيب كبير بيمشي من 1 و2 ويلعبها والثرو ويخش، ثم بيبتدوا ينقلوا كرة في النص وماسكين الكرة في النص. اطلع الجول بتاع الزمالك طارق عبد العليم. لاحظتوا انتوا ان 3 أو 4 دقايق بنقول طارق عبد العليم، طارق عبد العليم، كنا قعدنا نص ساعة الأولانية ما نقولش طارق عبد العليم أبدا. بعد ما دخل فيهم الجول اتغير التكتيك بتاعهم، و طويلة طارق عبد العليم، مسكها طارق، برافو، أول طلعة خطرة لهم بعد حوالي 35 دقيقة. طويلة، الحكم الفرصة بقى كان بيشاور لطارق عبد العليم يلعب أوام، كويس والله، اللي خد باله يعني إن الأجوان لما تمسكها يلعبوا أوام. هتخش بين مجدي طلبة واحمد وفاول لصالح الزمالك، لعب قصير وهتخش، ارفع بقى واترفعت، امرار عليك يحط جول الرفعة حلوة قوي قوي من رمزي، والمشي حلوة من مجدي طلبة، والجول حلو قوي 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 قوي. 2-0 الزمالك. جمال عبد الحميد بيهد واحده برجله واحده بهد، هنشوف دي تاني، خد بالك اهو، جمال عبد الحميد شوف، يا بيهدوها ساعات مره ثانيه، خد بالك انت كنت عاوز تجيب الجول الثالث للمره الثالثه. 2-0 للزمالك، واهي طيب فيش اللعبه بقى، ماشي لسه الكورة خطر، ورجع لطارق، طارق عبد العليم طويلة قدام، يرجع لقطة حلوة، ثاني بيحاولوا يمسكوا الكرة في النص، ولأنهم مفيش شك إنهم لعيبة وحريفة بيشتركوا. خدها فريق الزمالك، ويمشي جمال كفاية، ويدي الأشرف
يقابل، حد لازم يقابل، حد لازم يقابل. خطرة 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 جدا، بيوديها كورنر وده أضمن. يا كان ادي الاحتياطي بتاعهم، جايبين اثنين معاهم مذيعين تلفزيون واثنين مذيعين راديو. اتلعبت الكورنر وخطره جدا. برافو يا طارق، برافو يا طارق، لعبه حلوه قوي. الهيد انا اقول ان اللعبه هيد، برافو. والطارق برافو اكتر، اداله في ايده على طول في اي زاويه كان هتشوف فالفوز. أشرف آسف مشي، مادي طلبة مشي، وانت على مهلك، على مهلك، في ايد الجول على طول، في ايد طلبة. لازم في صفارة وصفارة على طول، أبدا. دقائق على انتهاء الشوط الاول والنتيجه الزمالك 2-0. بيلعبها قدام حماد عبد اللطيف، صغيره لحماد، هات وخذ محمد علي الى اشرف قاسم، اشرف قاسم الى جمال بدو الهجمه من نص وجوها لليمين زي العاده، بياخدها بياخدها، هيخش هنا ما لهاهاش، واحد واقع وسط الفرنسي منهم ومحدش جنبه ابدا، انما كعاده بقى بيبص طريقة بعدين بيقول لهم اطلعوا قدام، والحكم بيتشاور للمره الثانيه. يمشي بقى زي ما مشي تونجو برجله، يمشي برجله، وده محمود سعد مساعد باركر، باركر مدرب انجليزي، اما المدرب بتاعهم فهو فرنساوي النهارده، بتاع الفريق القومي، وخدوه وعامل وجه، مشي 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 احمد رمزي. بس الجول الثاني تشوف بقى، برافو يا تونجو، برافو يا تونجو، ده ملعب حنيك كان هيبقى هاتريك، كان هيبقى هاتريك. محمد حلمي وسامي تعود في روح جميله من الزمالك اشتغلت في كل لعبه، كل لعبه. حافظ عبد اللطيف دي حلقه، الوجه اليمين راح له كوره فاضيه حلوه جميله، والاستاذ يمين من بعيد يشوف في ايد طارق عبد العليم على طول من 40 يارد، من 40 يارد. بترجع وماشي احمد رمزي لسه عاوز يرفع والرفع وكونجو تاني. هتروح للجول الزمالك طارق عبد العليم، طارق عبد العليم ماشي على مهله، شكرا. طويلة هيخش عليها اسماعيل يوسف، عالية حلمي، حماد عبد اللطيف بيتكلم، بيعطي جول مصر،
الزمالك جلال الدور ده اللي هيشوط ان شاء الله. لازم يبعد اللاعب ده 10 يارده رجعها الى هشام ياسر. الشباك كان عودنا بلعبه طويله هناك على الشمال. الدور ده لعبها يمينه. شفت اللاعب اللي جوه وشفت حد لابس ابيض اللي انت شايف اهو. واحد بيتدخل من عندهم هنعرفه مش هينزل لازم الا في الوسطين لانه باقي دقائق على انتهاء الشوط الاول والنتيجه في صالح الزمالك 2-0 واللي جاب الجولين جمال عبد الحميد الاثنين في الدقيقه 24 و36 وفاول ابتدوا يضربوا فاولات شويه الحكم بيدي الفاولات. لازم يطلب ان شاء الله يكون سليم. داخل الدكتور ممدوح احنا عارفين باركر مدرب احمد مصطفى اداري محمود سعد مساعد مدرب هو فكري صالح. الدكتور ممدوح مش واحد عاوز يخش الحكم قال له لا. وذرفقار وحمدي يوسف اداري هو فؤاد عبد العال باركر ده اللي شفناه ده المدرب بتاع الزمالك الانجليزي. و مشي طويلة بتاعت احمد رمزي برضه مشي برضه مشي وهو بقى يا ده كونجو. اذا كان قالوا في الماتش الاولاني طارق عبد العليم كان نجم من نجوم المباراة فانا اقول كونجو النهارده كونجو اللي دخل فيه جولين حاش بلاوي لهم وفاول ولازم انذار ابدا بيكلموا بس هشام ياسر للمرة الثانية بنضرب والدخل والضربة دخل الدكتور ممدوح وسؤال عبد الفعال وتغيير هام ياسر وخرج الدكتور ممدوح وجفار هشام ياسر طويلة لسنجر طويلة لعب السنجر يرجعها الزمالك يشترك محمد حلمي يشترك محمد حلمي ياخذها نمرة 7 أدمام ويشترك ثاني ويخش هشام ياسر يلعبها بدماغه و تضويت على الوينج اليمين وياه بدر حامد وياه بدر حامد يرقص بدر حامد ويشترك بدر حامد وخليها تطلع بره اوت. طويله برضه 2-3 على سوا لكن شوف نص قد ايه بقى برضه لهم برضه لهم نص الملعب لا نص الملعب لازم نمسكه احسن من كده شويه لازم نمسك نص الملعب احسن من كده شويه كويس بره اوت خالد جلال نمرة 8 ميسي اوت الجمهور بيصفر على ان الشوط الاول خلص بتتلاعب حماده عبد اللطيف حلمي حماده جمال عبد الحميد عاوز يخطفها خطفه هو على مهله بدر حامد على مهله قوي بدر حامد عايز يقول لازم حيث طارق عبد العليم ثالث ده طارق عبد العليم هيمسك طارق ويلعب بدر حامد طويلة قدام لعبة بدر حامد وقع ده ملعب حميد وقع ثاني اللي يساعد اليمين المشترك بيحاولوا يتشكل لهم
في النص كويسين، هيرجع ورا، رجع ورا لطارق، اما حلمي كان رجع ورا يساعد. في الثواني الأخيرة من الشوط الأول لسه معاهم كرة في نص الملعب، بينقلوها حلو، ثلاث أربع نقلات، والخمسة للوينج اليمين ميسي اللي راح هناك بره. الحكم بيبص بتاعته ثاني، الزمالك يرجعها. الاوت بتاعت الزمالك ثاني، طالع من ناحية شمال الزمالك واحمد رمزي وكعبه جميل راح. لسه هاجم وانتهى الشوط الاول، وصفر الحكم بانتهاء الشوط الاول في صالح الزمالك 2-0. الجول الاولاني جابه جمال عبد الحميد بعد 24 دقيقة، والجول الثاني جمال سيداتي أنساتي سادتي، نحييكم مرة أخرى من استاد القاهرة الدولي لننقل الشوط الثاني بين الزمالك وكانون يا ولدي. كانت نتيجة الشوط الأول 2-0 لصالح الزمالك، الزمالك عيب على يمينك وكانون على شمالك. مفيش شك الشوط الأولاني كان فيه لعب مستفزين ممتع، كان فيه جولين والنظام جميل جدا، الشرطة الشرطه العسكريه ورجال النظام، وعلى فكره في 70 ضابط من 25 دوله افريقيه، 70 ضابط شرطه وحضور دراسات وتدريبات في المركز الافريقي باكاديميه الشرطه. الحقيقه حاجه لطيفه قوي. ابتدى الشوط الثاني، كلهم حاضرين هنا في الفوق المبتوره. بياخدها فريق الزمالك، احمد رمزي اللي لاعب ماتش كبير قوي النهارده. هتخد هتصفى فريق الزمالك، بدر حامد رجع مغمضي اللي بقول لك لعب ضربه حره غير مباشره في اعتراض على الزمالك داخل منطقة الجزاء، ندي اعتراض داخل منطقة الجزاء اهو. احمد رمزي لازم كل الفرقة ترجع ورا، رجعت ورا فعلا، ولازم 10 ياردات يبعدوا عن الكورة. ربنا يستر بقى حكام الافارقه دول بيدوا اي حاجه. طويله بره نصر ابراهيم نازل بدل احمد رمزي. نصر ابراهيم يبقى نزل طارق يحيى ونصر ابراهيم وانجيل وجمال عبد الحميد في النص. فات 33 دقيقة وباقي 12 دقيقة على انتهاء المباراة. خرج احمد رمزي ونزل نصر ابراهيم.
فوز حماده عبد اللطيف. مجدي صلبة بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ بقى على مالك بقى انت لوحدك يا ساتر. يرجعوا يتندموا ندم كامل كده يعني الجول الثالث يخلص الماتش. مجدي صلبة ومسكها ومشي ومشي حلو خليك تروح تضرب منك ليه؟ مجدي صلبة هيلعب طويلة هوبا مفيش حد لابس ابيض. تعال نرجع اشرف حاج سانجو بيسيبها تنط بدر حامد حماده عبد اللطيف حماده عبد اللطيف حماده عبد اللطيف تروح منه وسط أربعة وسط خمسة إسماعيل يوسف أشرف نصر ناحية اليمين ماسكين الكورة وبيرفع خطرة 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 أوف سايد وبره أوف سايد في راية وبره وبيقع تاني بعد اللعبة ما راحت أوت بدقيقتين الجول وهو هشام ياسر خبطوا قدام بعض الظاهر وقعوا الاثنين بعد الكره ما راحت اول جمال عبد الحميد جاب الجول الاول جمال عبد الحميد جاب الجول الثاني وقلت لكم انا الجول الاولاني كان في الاوسام الاولاني 24 دقيقه وجول ثاني فهيم الاولاني ايضا بعد 36 دقيقه. التغيير الثاني لفريق كانون نمره 9 جوزو هينزل بدل بدل 12 انجودو بس لما نشوف اللعبه دي هيعمل ايه؟ طالع من ناحيه الشمال مرة كورنر النمرة 12 بتاعهم انجولو هيطلع وينزل بداله ونمرة 9 جوزو لسه كورنر ما اتلعبتش هيلعبها بيمينه عشان تعمل سكرو وحصل التغيير ونزل طلع انجودو ونزل جوزو وتلعبت طويله لسه الزمالك بياخدها حماده عبد اللطيف يمشي ويمشي من بعديه ويصدقوا ويلعبها جوه جمال عبد الحميد وطارق يلا بقى في الجول يلا في الجول يلا في الجول اللاين مان مدي جول والحكم صار اوف سايد اللاين مان مدي جول والحكم مدي اوف سايد اهو هنشوفها اهي اشرف اشرف باقي حوالي 7 دقائق على انتهاء المباراة والنتيجة 2 في صالح الزمالك. أشرف قاسم هو برا في كرم وياه كلهم الزمالك 10 صنفار الآن فاول في صالح الزمالك. حمادة عبد اللطيف هو اللي برا حمادة عبد اللطيف نمرة 8 تسعة حمادة عبد اللطيف نزل كرام بيرفكت ونزل طويلة لحمادة عبد اللطيف اللي لسه نازل اهو قلت لك
قال كل الزملاء بعيدة عن الزمالك بعيدة. لازم الزمالك يشد حيله شوية دول اللي فاضيين، لأن ينتهي عليهم نتيجة مباراة وصعودهم للنهائي. يلعب يلعب مرة أو بتاعت الزمالك. ماشي ماشي عبد اللطيف بتلعب لسه مع الزمالك، لكن بره 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 اوت بتاعت كانو ترونجو. بدر حامد ما ياخدهاش، ياخدها تاني. سريع سريع يحيى يشترك، برافو جمال عبد الحميد. يمشي خلاص حلوه، هاتوا خدوا الضغطه مش اوف سايد، لكن بيخطفوها ورجعوها لسونجو. اوت ضربة حرة تبع الزمالك. طالع عبد العليم، طالع عبد العليم، هذا يحيى هينزلوا هيديله انذار لانه داخل ضارب. طارق يحيى جامد، اداله انذار فعلا، انذار لحماده عبد اللطيف قبل كده، وادي انذار للثاني ضربه طارق يحيى على ساعة الباقي حوالي 3 دقايق. الحكم عاوز يشيله، هو الدكتور يطلعه بره. دماغ انذار لدماغ، انذار لكمان لحماده عبد اللطيف كان قبل كده. بدر حامد طويلة، لعبة بدر حامد، جمال عبد الحميد تطول منه تروح لسونجا. ضربة حرة غير مباشرة برضه كويس في الوقت ده، ليه؟ لأنه بدل ما يلعبها بإيده ورجله هي اتهدت شوية. وقت لازم تتلعب بدماغه. رجعها حسام ياسر، اشرف قاسم اجري اجري يا طارق، طارق مش كورنر جاي بقى كورنر. طارق ايه على عشوة كورنر؟ مجدي طلبة، طارق يحيى، اوفسايد، في اثنين اوفسايد. ضربة بالكرة دي فاول، اذا كان جوه بنالتي، اذا كان جوه تبقى بنالتي، بره تبقى فاول، بره وكمال عبد الحميد وقع بره تبقى فاول، لان دي منصوص عليها في القانون. اذا الجول مسك الكرة وضرب لاعب في وشه ومسك الكرة، هو مسك الكرة ولعبها في وشه، وزي ما شفنا جمال عبد الحميد لو كان داخل منطقة الجزاء
تلف خارج منطقه الجزاء تبقى ضربه حره مباشره والحكم كان يبعد يردتين اثنين عنه ولذلك ما تردش لازم يبعدوا 10 ياردات طارق يحيى خش بقى ولا ايه جمال ولا مين اللي هنشوف الحيطه لازم تبعد 10 ياردات هي لو كانت دلوقتي هي جوه ده ملعب حميد خطار يا شيخ في السماء بيجري سونجا على ساعتي انا الوقت الاصلي فاضل له 30 ثانيه او خلاص على ساعتي انا الوقت الاصلي كله الجمهور بيصفر ليه يا حامد استعجل ليه بس طارق يحيى برافو طارق عبد الحليم طارق يحيى برافو تتكلم اللي جريها وجابها كورنر ضيعت برضه شويه من ساعة ما نزل صريح يا وراس ابراهيم برضو اللعب اتغير شوية طارق عبد العليم بنلعب في الوسط الضائع ده ملعب حميد لازم نخش شوية ونعمل مجهود اسماعيل يوسف بره اوت بدر حامد بره لسه كوره لسه في خناق على كل كوره وطبعا لان الكوره مهمه جدا كوره مهمه قوي طارق عبد العليم كل كرة الوقت محسوبة جدا 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 إبراهيم يوسف شفتها واقف ويشجع لعيبته والجمهور هيتجنن وورا للوينج الشمال خطرة 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 طارق عبد العليم برافو 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 كل اللعيبه بره و امشي يا مجدي اجري يا شمسي مجدي ويدي جمال وجمال هوبا جت في الشبكه من بره وبره نصر ابراهيم بيبص للاين مان واللعيبه كلها واقفه والناس واقفه والوقت الاصلي كله خلص بقالنا دقيقتين ونص ولسه الحكم صندو نص تاني مع الزمالك مع الزمالك راحت حمادة عبد اللطيف حمادة عبد اللطيف بيتشنكل والحكم مصفر فاول طالع الزمالك لسه ثلاث دقايق فات في الوقت الضائع والحكم اهو بيبص لمساعدينه اشرف قاسم لعبها صغيره ومشي وصفر الحكم وانتهت المباراة بفوز نادي الزمالك 2-0 وبهذا يصعد إلى الدور النهائي بإذن الله عشان يلاعب الغالب طبعا من مكانه ريدي من زامبيا أو السبور بتاع ساحل أفريقيا السبور بتاع ساحل العاج بإذن الله في آخر نوفمبر بين 28 و29 و30
مبارك اللي بيهدوا له هذا النصر. الاهلي لعب ماتش كبير مع الاسماعيلي، قلنا هذا لك الاسماعيلي لانه كان رقم عظيم جدا، لكن لناديين مصريين فرق الاهلي قلنا له مع السلامه يا اهلي باذن الله بالتوفيق.